انت في حد تاني في حياتك. انا اقدر افهم كويس قوي امتى الست تحس ان هي عايزه تبعد عن جوزها وان في حد تاني في حياتها. انت من فتره بتعاني من مشكله ومن حاله كده، انا مقدرها عشان كده خدت جنب لحد ما تخلصي منها، لكن النهارده لا. انت في حد تاني في حياتك وظهر النهارده وانا متاكد من كده كويس. والدك ووالدتك طلبوا اني اخلي بالي منك، خصوصا بعد الازمه الماليه اللي حصلت لهم، وانا عارف ان انت ما عندكش مكان تاني تروحي له، وعارف كمان ان انا كده هخلف وعدي مع والدك ووالدتك الله يرحمه. بس انا شايف اننا مش هنعرف نعيش مع بعض في بيت واحد. ان كان على المكان اختاري المكان اللي انت عايزاه، وانا متكفل بكل شيء لحتى ما تشوفي هتعملي ايه.